أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبأ مكية. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه محترفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنيناها فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفضل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين معابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكبائب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك أتى حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه حقابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ثوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينزل المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
صدق الله العظيم.